كل عام وأنتم بخير الأخوة والأخوات في هذا اليوم المجيد، يوم العمال العالمي. هذا اليوم الذي سطر فيه أموالنا وعمال العالم أسمى التضحيات وقدموا أرواحهم فداء للأهداف والمطالب المشروعة التي رفعوها منذ عقود من الزمن. يأتي هذا العام يوم العمال العالمي وعمالنا وشعبنا يعيش في مرحلة حرجة من أكثر المراحل حرجا في تاريخنا، ليس لأن الحركة العمالية البحرينية لم تستطع الوصول إلى غاياتها وأهدافها بسبب القمع، بسبب عدم أو رفض تلبية هذه المطالب المشروعة، ولكن أعتقد أنا أنه في هناك معطيات كثيرة يمكن من خلالها تلمس الأسباب التي قادت إلى هذا التراجع الكبير، للدرجة التي نهدد اليوم في كل مفاصل الحياة وكل المكتسبات التي حققتها الحركة العمالية والعمال والموظفين في بلادنا. أقصد اليوم تخرج أخبار كثيرة عن مسألة مكتسبات وحقوق العاملين، مسألة التقاعد، مسألة مكافأة نهاية المدة، وكل هذه مسائل أعتقد تشكل جزء من حالة محاولات القفز وضرب الحركة العمالية في البلد، وكذلك ضرب الموظفين وضرب كل من يعيش على هذه الأرض بطريقة أو بأخرى ومصارعته في لقمة عيشه. أعتقد أنه هذا العام يأتي ونحن أكثر إصرار على تحقيق المطالب المشروعة، سواء كان للعمال أو بالنسبة إلى شعبنا. نحن اليوم نناضل من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، في دولة المواطنة المتساوية، الدولة التي تقدم الأجر العادل في عمل لائق. لا يمكن أن يكون هناك أجرا عادلا إن لم يكن هناك عملا بالفعل لائق يخضع لكل المواصفات الدولية التي وثقتها المعاهدات والمواثيق الدولية. أعتقد أننا في هذا اليوم نحتاج أن نقف في هذه الجمعية في وعد، نحتاج أن نقف بشموخ أكبر، بإصرار أكبر على أن هذا الطريق وهذا النشيد الذي وقفنا احتراما له ونشدناه معا، أعتقد أنه يحمل الكثير من المعاني، الكثير من الصور البلاغية، والكثير من عملية الدفع باتجاه تقديم المزيد من التضحيات، المزيد من العمل في سبيل وطن لا يرجف فيه الأمل. والسلام عليكم ورحمة الله.